من جهتي أعرب السيد سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون عن أمله في أن تتخذ السلطات القطرية خطوات متقدمة وأن تزيل جميع الأسباب السياسية التي كانت سبباً في التضييق على بحارة البحرين. أكد على التعامل بحسن الجوار التي نصت عليه اتفاقيات الأمم المتحدة، وكذلك كلنا أمل أن من السلطات القطرية أنه تأخذ خطوات متقدمة وتزيل الأسباب السياسية اللي في اعتقادنا الأسباب السياسية التي تعيق للأسف الشديد وكانت سبب في التضييق على أخواننا البحارة.